ازيكم ازيكم عاملين ايه؟ معكم بودي جيمز. النهارده هنلعب لعبه محاكي الطبخ. يعني هي وانا نزلت الحلقه يعني وجبت 5 مشاهدات في اول 5 ساعات لما نزلت، فقلت ما انزل لكم حلقه تانية. بس يا جدعان انا عايز اعرف حاجه كده منكم، هو لو انا حابب ادخل اطبخ طبخات على مزاجي انا، يعني من غير ما الناس ينقوا حالي، اضغط على ايه؟ يعني اصل البتاع معمول لحوت قدامكم، فاللي يعرف يكتب لي في التعليقات. اوكي هو اوكي انا خدت بتوع اليومين دول. خلونا بقى نبدا. طبعا انتوا شايفين ان حاجات بتاعتي زايده دوت عشان انا لعبت حوار الكواليس، والجواهر زادت برضو عشان لما جيت افتح الباكج بتاع الايام ده زود لي الجواهر، لكن الحاجات ديت عشان الطبخات. وانا عرفت ان دوت البكتري ده مكنتش عارفه. ولو انا عايزه اجيب البتاعة بتاعته وحجي ديس على بتاعت الادوات دي اللي لون ازرق قوي، وحجي ضغط عليها هيطلع لي الادوات دي، واروح جاي بقى داخل هنا واختار بتاع البكتري ده. بس اول بقى عايزين البيتروت، انا كنت مقطعه، ودلوقتي محتاجين ليمون، ليمونايه حلو. هو ينفع صرحه ولا لا؟ شايف حاجة السكينة طالبة كده يا باشا. احنا عايزين هتبقى 20 جرام الواحدة دي، هتبقى كده 20 جرام ولا كام؟ ثواني بس، 29. طب دي 8، احنا هنقص من ديت حته صغنونه، خليه هقول له مثلا قد كده. ايوه كده جريت كام؟ 22. حلوه مش مصيبه يعني. تبقى بقيه دول مش محتاجين، مش مطبخنا بقى فمش هنخسر حاجه. احنا اوكي يعني ناخد كده بقى، ناخد الحاجات دي نقعد نلمح كده من كل الحاجات. اوكي اللي بعده بقى شوية البحرات بقى الحاجات دي. اوكي 8 جرام ملح، فين الملح ده؟ فين الملح؟ ناسي اني كنت عامل كلين كاتشي، هو انا نضفت المطبخ يعني رتبت حاجات وحطيتها مكانها وكده. اهو تاني رحت جيت ضغطت هنا كلين كيتشن دي، بس بيخرجنا من اللعبة. اوكي ناخد بقى ملح، الملح دوت يتحط لما نحط حاجات في الطبق. فناخد الطبق الجميل بتاعنا ده، لا مش ده، مش ده والله، نرجعنا كده. هو دوت اللي احنا عايزينه. ليش انت لو لقيت صوتي متغير شويه عشان عندي برد يعني؟ الله عشان تقول بس الله يكفوني، عندي عيل ينزل لكم ويفينا اكتر. اوكي يلا بينا ناخد بس كده 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 كده. يلا شو المفروض ان الاكل ينزل في المكان اللي هو ايه ده؟ تمام يلا يلا يلا، اكيد مش هتعجب. اوكي حلو، this is يعني بيقول انها كويسة. اعلان غير عن طبخ برضو، بس المرة دي في الحقيقة. صن ايوه يلا بينا ندخل بقى. هيجيبوا لنا ايه؟ لحد في النهارده ان هنجمع تصوير. اوكي احنا عارفين ازاي، انا عرفت ازاي اطبخ البطاطس دي. خلاص يا جدعان مش هفشل ان شاء الله، ان شاء الله يعني مش هفشل الفشل اللي انا فشلتها، عشان المره دي عرفت مكونات. ونجيب طبق، المرة دي مش ضروري اننا نحط على القطع، احنا نقطع في الطبق على طول كده. اوكي
يعني ممكن نقطع هنا بقى هو حلو، بس احنا عشان ناس نضاف بنحب ان الاكل يبقى نضيف، هنقطعه على القطاعة طبعا زي ما اي شيف حريف زي كده بيعمل. حريف ايه؟ حريف، وان شاء الله وصل يبقى حريف. بصوا في وجبة كده انا عايزة افتحها، وهي دي السبايسي بيف ستيك، دي هي ديت اللي انا عايزة افتحها. ممكن ابقى افتحها ورا الكواليسي، واكتبوا لي في التعليق بعد ما انزل الفيديو. نحط ناخد حبه نحطها في الطبق زي ما انتوا شايفين كده يا جدعان، يا عليها مش تفحى. فين يا جدعان؟ في الحنفية بس خلوها مش تفحى يعني، عشان ما تبقاش مش نضيفة. ايوه هنا. طب نحطها في الحلة يعني؟ مش ضروري، مش ضروري اكلوها عادي، مش هيحصل له هيحصل لهم حاجة ابدا. ياكلوا بقى، نعمل لهم ايه احنا؟ نعمل لهمش حاجة، احنا كفاية علينا بنطبخ بس. يلا بينا نجيب لهم البتاع الغريب العجيب ده. انا مش عارف يا جدعان ايه ده اللي عنده في البيت، يكتب لي في التعليقات هو ايه، عشان انا طول ما اشوفه غريب كده. اوكي يلا نجيب يا جدعان الجارليك جديد ده، وده وقت برضه انا مش شايفه، واللي عنده برضه في البيت يكتب لي في التعليقات. اوكي نحط بقى منه كمان 2 جرام ونعمل كده. شوفوا ندخل هنا ندوس تيكا بس كده هتجل. نحط بقى فيه الحاجات دي ونحطها في البتاع ده. انا طبختها بقى وانا دخلت كده قعدت اقلب في اللعبه كده اعمل اي عك ولقيت الحكايه دي، ونعمل كده ونقفل. شوفوا نرجع لكم بقى بعد 60 ثانيه. هنا يا جدعان لقيت نفسي فاضي، فقلت ما اعمل عصير ليمون. يا شغل كده يا سير قرف ما شاء الله. كان الوقت خلص تقريبا، يلا ثانيتين اقفل بقى هات. يا سلام كده هو سخن، تحس كده ان البطاطس حاجه حلوه قوي يعني، حاجه حلوه حاجه حلوه. ممكن نبقى نعمل بس بكره في اللعبه دي ممكن. بعته اوكي يا جدعان. يلا بقى نحط حاجه في الطبق، حط حاجه في الطبق. يلا بينا يا جدعان، خلونا نحط البطاطس كده. يلا بقى نحط حاجه نشوف بقى، وانا عامل كل حاجه صح فما تشوف رايها. اوكي حلو قوي، اوكي this is good. ودونا مية من البتاع ده. طب خلونا بقى. اوكي حلو قوي، اتفتح لي وصفة جديدة، انحي الوصفة الجديدة دي شكلها بعيدة. فين حل الوصفة دي؟ لا ده اتفتح لنا اكسي بتاع رجل ما جات لناش، والحاجة ديت بألف ومتين. احنا عايزين بس اول نجيبها بموت صميديت، بس خلونا بقى نعمل لها طبخة جديدة مش هنخسر حاجة. اوكي شوف ايه بقى، اوكي حاجة ولا ايه ديت انا اعملها وارجع لكم. لا اما اقول لكم دم، احنا عندنا عصير سم دوت، خلينا نحط حولهم بقى كاختصار يعني. هو عصير سم اهو، نجيبلهم طبق نحط حولهم فيه عصير الليمون. وليمونة حطيت في زيت الحقيقة، ليمون بزيت يعني، خلينا نشوف رأيكم بقى. هنحطها لكم في الطبق بقى، عايزين نموتهم تقريبا. حتة كده تصل الليمون ده نحطها لكم بقى. ايه 10 من 10؟ ها يلا يلا على السريع كده، بس على السريع ايه ده
ازاي مقفولين؟ ماشي ماشي استنى يا ليل. اوكي حلو وصفة بقى. ايه ده يا جدعان؟ طب خلونا بقى طب خلونا نعمل لهم بقى اللي هم عايزينه. نعمل لهم عصير سين عصير ليمون تاني ما نعمل لهم بقى المرة دي عصير فراولة نبسطهم بقى ونعمل لهم حاجة حلوة. نحط لهم 3 حبات فراولة ونحط لهم 5 جرام سكر كده نفس الطلب بس عصير بقى. 5 فراولات في خلاط. يلا اكيد يعني هيدولها تقييم حلو لانها عملت لهم احسن من اللي هم عايزينه. اكيد يعني اكيد لكم حوت اكيد. يلا تلي بس كده بس كده الفراوله الاخيره دي. يلا ناخد بقى نحطه كده هوت في حنا. ايوه تعرف اللي قد ما حصل ده. يلا بقى نحط لهم 5 جرام سكر. ايه ده ايه ده يا كابتن؟ انا حطيت لهم بتاع السكر نفسه. خدوا بقى اشبعوا. ازاي يا جدعان؟ انا بقى نختم الحلقه. يا جدعان في ايه؟ والنهارده يوم عالمي الاعلانات. خلاص بقى خلاص 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 كده بقى نكون وصلنا لنهايه بصوا لو انتوا حابيني إيه؟ انا هبقى اعمل يا جدعان هبقى افتح الوجبه اللي هي الشاورما ديت ورا الكواليس وابقى اطبخها معاكم. هي سبايسي بيف اند ستيك دي فهبقى افتحها ورا الكواليس. فبقى خلونا نختم الحلقه وكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. تنسوش اللايك والسبسكرايب وتنشروا الفيديو لاصحابكم عشان يستمتعوا. وسلام.